السلام عليكم سي جلبي. لاحظنا الغياب ديالكم طال، دابا تقريبا سنة ما شفناكمش في الخشبة، واليوم بمناسبة كنظن هي كجوهرة كتبانوا ليا غديروا لو سبيكتاكل ديال رول ما عنده باكاج. شنو السبب ديال هاد الغياب؟ ما كانش غياب، كان غياب على بصراحة في مدينة جديدة. أنا خدمنا سنة كلها مع بصراحة مع عبد الخالق ثلاثة العمر، واحد أزمور، واحد سيدي بنور، وواحد في زاوية سيدي إسماعيل. اليوم بمناسبة اليوم العالمي للمسرح 27 مارس، واليوم الوطني للمسرح 14 ماي. وعاود خدمنا مع وزارة الثقافة جوج ديال العروض، واحد في أزمور وواحد في الزاوية سيدي إسماعيل. هو غياب الغياب على الجديدة، الجديدة كاين شي سبب ما لأنه الناس ديال الأعمال الجماعية اللي في العمل ياخذوا عروض من على برا من مدينة الدار، ياخذوا في هذه السنة أكثر من 5 أو 6 ديال العروض. بما أن احنا دافعين لهم 1000 ديال العروض ما عنده باك، أكثر من مرة، ثلاث أو أربعة مرات أنا كنصيفط لهم فيها، ولكن بدون جواب. إما كيطبقوا على هذيك المثلة ديال مطرب الحي لا يطرب، أو لا ما كيبغيوش يتعاملوا ديال الناس ديال الجديد يشتغلوا. أنا لحد الآن أنا داير علامة استيفاء. المهم انتم كتحركوا ديروا لاني كله السنه كلها كلها عرضنا روم ما عنده بكاز 13 مره سنه واحده. 13 مره. شحال تقريبا الاعضاء اللي معاك؟ تقريبا 12 ممثلين. ما فيهم ممثلين وتقنيين. كاين 3 ديال التقنيين و9 ديال الممثلين. العرض ديال قلنا مناسبة ديال مهرجان الدولي الجوهرة. جوهرة. كاين شي كلمة تضيفها للجمهور؟ كاين اللي كيبغيوكم بزاف الجمهور، ولكن ما كت حنا رحنا إشارة جمهور مدينة الجديدة، وكنبغيو نعملوا دائما للجمهور اللي كيزعلنا وكيشجعنا، ولكن في بان جدودة احنا في الجوهرة عيطوا علينا آخر أجر تعطى للمسرح. كاين هذا هو المشكل، تنقل على حسابك وتجيب ديكورك على حسابك. حنا بغينا نديرو الفرصه باش ما نحرموش جمهور مدينه جديده، خدمنا بهذا الحظ. نحن باغيين نديروا الخير، واللي بغى يخدم حنا راه ايدنا معاه، واللي ما بغاش الله يعاونهم. لان ما تضيف لنا شي كنضيف كنشجعوك هذا دائما اللي مساندنا وكتشجعنا وكتدوز دائما استجواباتنا وكتدوز طرف من العرض ديالنا. انا كنشكر مزيان وكنشكر الجمهور، ما كنشكروش هاي الاداره، كنشكر الجمهور. الاداره ما دارت معنا حتى حاجه، لا من الوصيفي ولا من العماله ولا من المجلس البلدي، ما كاينش شي تشجيع لهاد الناس. كتدفعوا لهم العمل ديالكم وما كيبقى بدون رد. دابا العماله عندنا 4 ديال الملفات على رول ما عنده باكاش، مخطوطين الصحافة مكلمة بكل شيء. وبورتو هذا حتى التلفزيون صور طرف عندنا لازم صوروها لنا فوق هذا الخشب وصورتهم معنا. وكيف قلتي في الرباط عيطوا لكم محمد الخامس؟ محمد الخامس عيط علينا هذا السنة ثلاثة الخطرات كاملة علينا، وعندنا كونطرا معاه، ومازال هذه السنة اللي خدامين معاه بجوج ديال العروض. والمهم كنشكركم بزاف. يلا بعد مناسبة كنشكرو جمهورنا وكنشكرو جريدة 24 مازاكو 24 اللي مساندانا طول السنة. لما يكون عرض كتكونوا حاضرين. شكرا. السلام عليكم. السلام. الوجود ديالكم في المسرح كنظن غتقدموا لنا مسرحية رول ما عنده باكاج، ياك؟ ولكن الجمهور الجديد كيلاحظ غياب ديالكم طيل السنة، اشنو هاد واش نقول فتور واش نقول غياب؟ احنا بطبيعه الحال ما غايبينش، لاننا الفرقه الوحيده اللي عندها واحد الامر، عندها ربع قرن من النشاط ديالها. والدليل على اننا ما غايبينش اننا لعبنا في المسرح من نهار تحل، لعبنا 4 مرات هنايا، ولعبنا في الاقليم 16 عرض، وهذه سابقه. اغلب الفرق اللي كتكون في جديده ما كتفوتش عرضين كيقلب على عرض اخر. احنا عرض 16 عرض في السنه، وثانيا عندنا فرقه هي اللي متواجده في جديده. الفرقه فيها 3 ديال الاجيال، فيها جيل قديم وجيل وسط وجيل جديد، وهذه
هذا كيدل على ان الوجود ديالنا وحنا كنديروا مصالح بشكل شبه احترافي، رغم اننا كننتمي للهوات، رغم اننا فرقه يعني مهمشه من طرف السلطات، لاننا حنا ما كيعيطوش لنا في عدد ديال الحوايج. هذا هو المهرجان الوحيد اللي فرضنا راسنا عليهم، ماشي حنا طلبنا منهم يجيبونا، ولكن حنا راه حنا اللي كاينين في الساحه. هذا هو السبب علاش حنا متواجدين الان. قبل نكمل اسمح لي اقدم نفسك. انا سنسي عبد الرحيم، رئيس فرقه مسرح القناع ومخرج ومعد ومخرج القناع الازرق. القناع الازرق مخرج المسرحيه ومخرج المسرحيه ومعده. هذه المسرحيه رول ما عنده باجاج. شنو العنوان ما فهمتوش؟ رول ما عنده باجاج هو معنى، انا بالنسبه لي معنى مجازي، ما عنده شيء، ماشي ما عنده تعلق بليسونس بروبر. ليسونس بروبر. شكرا. شي سؤال ما طرحتوش عليك كنت بغيني نطرحو، شنو باغ اكزومبل؟ نقول لك كيفاش كتقدر تصور المسرحيه عندكم، واش عندكم دعم؟ فوالا فوالا. شنو كيفاش كت vous arrivez à survivre يلا لا هو 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 قضيه حنا هادشي ما تنعيشوش منه. اولا ثانيا اغلب الاخوه اللي معنا هنا عندهم اما كتلقاهم متقاعدين او عندهم شغل حر، كل واحد كيشتغل. ثانيا عندنا تمويل ذاتي، حنا كنمولوا راسنا بيدينا، ما كنتسناوش شي حد يمول. العروض ديالنا كتقام بواحد التكلفه ماليه ماشي بسيطه، لان عندنا تدريب وعندنا مقر ديال التمرين وعندنا اكسسوارات وديكور وعدد ديال الحوايج كنتعاملوا مع تعاملوا بها ما موجوداش، وحتى واحد ما كيعطينا. حتى وزاره الثقافه هذه سنتين عدد اللي كنتعاملوا معاهم عام الصح مار الخامس، لانه ساعدنا كثير، لان كل عام كياخذ معنا جوج عروض، ويعني هما اللي كيعطيونا امل باش نشتغل. اما المدينه لا السلطات المعنيه بالامر ولا وزاره الثقافه، وزاره الثقافه كتعطينا عرض بسومه يعني هزيله جدا. وحنا المشكل ديالنا ماشي هو المادي، المشكل ديالنا هو وجود ديالنا للجمهور الجديد. شكرا. السلام عليكم سي مضيجي، بغينا نتعرفوا عليك اكثر، الجمهور يعرفك شكون انت، شكون هو السي مضيجي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الشكر الجزيل لكل الاعلاميين الجادين بالمدينه الجديده، منهم مازاغون 24 اللي هي دائما متبعه الانشطه الثقافيه الخاصه بشباب ورواد الفن بالجديده. بالنسبه لي شخصا انا فاعل جمعوي، كنحب الفن منه المسرح، وحنا في اطار جمعيه القناع الازرق حاولنا نخلقوا واحد مجموعه اللي هي كلهم تبارك الله وسبحانه بمتقاعدين، ومعنا بعد الشباب اللي هو الخلاف، ودرنا هذا العمل اللي هو من فن الكوميدي، فن مسرح الابساط اللي هي مسرحيه رول ما عنده باجاج، اللي غادي نقدموها اليوم موازاه مع انشطه مهرجان الجوهره الدولي. وبالمناسبه كنشكر اللي كان سبب حتى تخاض هذا العرض ديال الجديده، واهتموا بالفاعلين الجمعويين بالمدينه اللي باش نبينوا هذا العمل الفني ديالنا للجمهور الجديدي المتعطش، وكذلك لزوار مدينه الجديده في هذا الصيف. اللي كنقول انا كنتمنى الجمهور ديالنا يروقوا العرض ونكونوا في ثاني في عرض اخر احسن كذلك، ولا كان شي تعليق ولا شي حاجه احنا محتاجين ليه باش نزيدوا نطعموا العمل ديالنا او المدرسه ديالنا مسرح الابساط. والسؤال على المسرح عفيفي، كيبان لي ما كتستغلوش طيله العام، كنشوفكم مره في عام ولا اقل، شنو هو السبب؟ اولا بالنسبه لمسرح عفيفي هو مسرح محمد سعيد عفيفي، لان الاسم مركب، خطا في الاسم. ثانيا عبد ربيه في اطار عمل جمعوي قدمت اقتراحات مع مجموعه ديال الاخوان المحليين وفاعلين الجديده حول تسيير وتدبير شؤون هذه البنايه اللي هي تاريخيه. والنقاط الاساسيه اللي ركزنا عليهم وهو جمهور متعطش للفن المسرحي. ثانيا الصيانه التامه للبنايه ومستلزمات المسرح. وثالثا وهو إدارة مكونة من مدير إداري ومدير فني ومدير تقني مع مجموعة ديال
الإخوان. قدمنا العرض. كان الرد شنو؟ الرد والو إلى يومنا هذا. يومنا هذا. ما غيش نتسائل لأن إحنا بغي نديروا الخير واللي بغى يخدم إحنا رائدنا معاه واللي ما بغاش الله يعاونهم لأن هذاك شي خليناه. المهم إحنا كنقولوا واللي بغى يسمع يسمع واللي ما بغاش يسمع ما يسمعش والتاريخ كيتسجل. شكرا سي مديج. جزاكم الله. السلام عليكم سي بن سينا. اليوم كاين شي عرض في المسرح عفيفي شنو؟ عنده بكاش في فرقة القناع الأزرق الجديد. المناسبة وهو المشاركة ضمن فعالية مهرجان الجوهرة الدورة ديالو الحالية اللي كتمثل بالنسبة للمدينة الجديدة ما بين 87 غشت 2014. المسرحية ديالو العنوان ديالها قرون ما عنده بكاش. مسرحية كوميدية هزلية الدارجة الشعبية. لا اخي بن سينا انت شنو الدور ديالك في المسرح؟ الدور ديالي اولا بغض النظر على كوني عندي فرقه ديال المسرح تضم جميع الممثلين القدماء هي فرقه مبرزه في الابداع اللي هي تعيش السنه الثالثه ديالها وكذلك جمعيه المركز البيداغوجي الفني اللي مهمته وهو تكوين الممثلين في مدينه الجديده على المستوى الوطني وعلى المستوى الدولي بغض النظر على كوني كنعمل رئيس الجامعة الوطنية للمسرح الواد وكذلك رئيس الاتحاد المغربي للفنانين المسرحيين وممثل الجامعة الدولية للمسرح لدى قارتي افريقيا واسيا. وكيبين الدور ديالكم قليل في المسرح هاد الفرق التجديديين، شنو السبب؟ مع الاسف ما كاينش اهتمام بالغ اولا لسببين، السبب الاول هو ان الفرق المسرحية ما فرضاش وجود ديالها بالمنتوجات ديالها رغم ان عندها انتاجات ولكن ما كتعرضها شيء من اجل باش تبان في الساحه لانه كاين عدم التواصل فيما بينها وبين القطاعات الاجتماعيه اللي كتهتم بتشجيع الثقافه وعلى راسها وزاره الثقافه وكذلك وزاره الشباب والرياضه. في ان واحد ان حتى المعنيين بالامر ما كيبرزوش او ما يحاولوش يبرزوا المنتوج الفني المحلي رغم القيمة ديالو اللي هو قيصر والدليل على ذلك بأنه هاد الفرق ديال المدينة الجديدة راه طافت العالم كله مشات حتى اليابان ألمانيا السويد النرويج الدنمارك إلى غير ذلك ولكن مع الأسف ما مهتم بها حد شيء. كل ما كيبقى أنك أنت خصك تبحث على نفسك باش دير بلاصتك. الفرق المسرحية كيقول لي أنتم محرومين من مسرح عفيفي واش هاد إلى حد شكون حد كاين هذا القول صحيح؟ هو الحرمان جاء لسبب مادي واحد وهو انك يجب ان تحصل على الترخيص ديال القاعه المسرح ديال عفيفي سواء عندك رغبه تقدم العرض بالمجان او بالمقابل ضروري انك خصك تأدي الواجب ديال الكراء والذي يصل الى 1000 درهم. كنظن ماشي 1000 درهم اللي غادي يجيهم بزاف، كنظن الرخصه ما كيعطيهمش رخصه، لكن 1000 درهم اي فرقه تعطي 1000 درهم وكثر. لا دابا ماشي 1000 درهم ديال الكراء وزيد التقنيين وزيد رجال المطافي ولا استدعيتي الشرطه فالضريبه كتوصل 2000 درهم والفرق ديال الجديده هاد الامكانيات عندهم ان اغلبيتهم ما كيعملوش العروض بالمقابل كيديروها بالمجان كيوزعوا دعوات على الاساتذه وعلى الطلبه الجامعيين والطلبه ديال المدارس الحره الى غير ذلك باش يجيو يشوفوا واحد المنتوج ديال 6 شهور او 8 شهور او عام الى غير ذلك. ونرجعوا خصيصا لكم انتم قلتي جلتوا اوروبا كلها ولكن علاش ممكن الحضور ديالكم قليل هنا في جديده؟ غادي نقول لك هذه 4 سنوات ولا 5 سنوات ملي شفنا واحد النوع ديال الاهمال وعدم الاهتمام بهذه الفرق المحليه فبحكم علاقتنا اللي موجوده مع الخارج وعلى راسها الدول الاوروبيه فكنحضروا في مؤتمرات في لقاءات مهرجانات يعني بمعدل 3 إلى 4 مرات في السنه وكيكون حضورنا قوي. لماذا؟ لانه كنبداو انتاج في المستوى وفرضنا وجودنا لان ما بحالاش كنبداو انتاج غير باللغه العربيه او بالدارجه بل تجاوزنا هذه العمليه ولينا كنقدموا عروض باللغه الفرنسيه باش يفهمنا
الجمهور ميساج سي مسيرة كنشكرك بزاف. العفو العفو والشكر لكم كذلك بحكم أنكم كتعطيوا أهمية للفعل الثقافي الفني في هذه المدينة، ولولاكم لأن الجانب ديال الإعلام راه ماشي سهل حداتو لأنه كيبرز المجهودات المبذولة من طرف فرق المسرح. شكراً.